مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مصلحه الارصاد الجويه ترتقب ليوم الغد بحول الله بعض الامطار نحو المناطق الساحليه الغربيه وكذلك الوسطى حتى بالمناطق الداخليه الوسطى نتيجه لتسرب هواء بارد احتمال تساقط بعض الثلوج على القمم الغربيه خلال الصبيحه تبقى المناطق الشرقيه تشهد اجواء مغشاه على العموم حتى بالجنوب الغربي لغايه اقصى الجنوب ومشمسه تماما بشمال الصحراء الجنوب الغربي والصحراء الوسطى بالنسبة للحرارة الدنيا خلال ليلة اليوم ستقارب درجة صفر بالبيض سبع درجات بسواحل تسعة درجات بالصحراء الوسطى وسبعة عشر بأقصى الجنوب أما خلال ظهيرة الغد بإن لا الحرارة القصوى تبقى باردة بالمناطق الداخلية ثمانية درجات فقط بالبيض أربعة عشر درجة بتيزي وزو سبعة عشر إلى ثمانية عشر درجة بسواحل تقريبا نفس المقياس من الواحات نحو الصورة في حدود خمسة وعشرين درجة بالصحراء الوسطى ومرتفعة الهونغار وتسلي وترتفع الى 33 درجه باقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد سيكون قليل الاضطراب على كافه السواحل رياح ضعيفه الى معتدله تاتينا من غربيه تماما الى جنوبيه غربيه احيانا جنوبيه تماما بسواحل الغ عن وقت شروق الشمس خلال صبيحه الغد على مستوى العاصمه سيكون في حدود الساعه السابعة صباحا و42 دقيقه والغروب على الخامسه مساء و32 دقيقه وتبقى دائما عناوين مصلحه الارصاد الجويه في الخدمةِ، أشكرُكم على حسنِ المتابعةِ وإلى اللقاءِ